الزهور كانت ولا زالت مشتركا إنسانيا وثقافيا بين سائر البشر في تقاليدهم ومعتقداتهم ومعاملاتهم، بما تحدثه في النفوس من شعور بالراحة والسعادة وما ترمز له من حب وسلام، وهي بذلك محطة إجماع يوحد الناس على اختلاف ألوانهم ودياناتهم. هنا أنا جيت مع الوالدة ديالي، هنا ملي جيت دخلونا لهنايا الساعة بديت أنا مع الوالدة، كان الوالد مات ما كان عارف حق الناس تسوق برا، كانوا تما أربعة ديال الناس هنايا اللي بحال قلت لك فين هي النخلة دابا، كان الوالد ديالي وكانوا شي ثلاثة ديال الناس آخرين وكان السوق ديك الساعة. الأقحوان شعار لليابانيين، وزهر الرمان شعار للإسبان، وزهر البرتقال شعار للألمان، واللوتس لمصر. جميعها تؤكد على مدى ارتباط الإنسان بالزهور كصفة مشتركة. أنا غير بلاد بلدي بحال الوالدة، يعني لا كان عمل الورد وقدو هادي بالحق ليل، ولكن النور اللي كانت كتبيع الوالدة بقيت أنا هيدك ماشي على ديك الطريقة، هاديك الورد ديال زبل كبير بحالي قلت لك مرة أخرى، بوبانة والرميلات وهي ماشي هيدك وقدو هادي غير النور الفلاح يعني اللي كيجيبه الورد طنجة كيجي في هذاك على حسب الموسم ديالو، فصل الربيع كاين شي حاجة، في الصيف في الشام ما كيكونش كاين الورد طنجة، لأن الناس اللي كانت كتزرعو مابقاوش، اللي مات ولادو ما عندوش ديك القابلية يزرع الحاجة ويتسنى 6 شهور عاد يشبر فلوس ديالها، دابا الجيل ديالو مات كتعكسو فلوس ديك الساعة. ولمدينة طنجة سوسنها أو إريستنغيتانا الزهرة المنبثقة من شرايين المدينة، وهي ليست الزهرة الوحيدة التي تنبت على أرض طنجة، بل يهتم أهلها بزراعة وتسويق أنواع أخرى كماطة، فيرزيان وسمبريبيبو، فيما يتخذ عشرات الأسر من بيع الزهور مهنة يعيشون منها قد توارثوها عن أجدادهم بافتخار منذ عشرات السنين التي تعود إلى بدايات الفترة الدولية للمدينة، حين جلب الوافدون إليها من مختلف دول العالم أنواعا أخرى من النباتات الزاهرة. الفكرة فجت هذه 15 سنة، كانوا الوالدين ديالي الله يرحمهم كيعجبهم الديكوراسيون وصافي، وكانت الوالدة ديالي أسست هذا المعهد الورد. العلاقة ديالي بالورد أنا حياتي كاملة من نهار عقلت، كان جبار الوالدة الله يرحمها كتدخل الدار كتشري الورد من السوق وديما كتديكوري قنوطة في الدار وصافي، يعني كبرنا بالثقافة أنا وخوتي الورد. وتحضر ثقافة الزهور سلوكا ومعاملة لدى الطنجيين بشكل ملفت في الأعياد والمناسبات العائلية عند قدوم مولود جديد وفي حفلات الزفاف وتزيين القاعات وللزينة داخل المنازل وعند وداع شخص ما أو عند عودته من السفر. أول حاجة لأني محبة للورد، الريحة ديالو كتساعدني كيعجبني بزاف، وكيعجبني أنني شي واحد اللي عنده شي مناسبة ولا شي حاجة كيعجبني أنا نديها ليه، يعني بحال كنعبر لي على الصداقة على الحب ديالو على شي حاجة هكذا. يعني إلا جبت لي الوقت باش ما نكون مخدمة شي وعندي الوقت كنشري كنحطو في الدار ولا ندي الأصدقاء ولا العائلة ديالي ولا يعني بصفة عامة، يكون عندي مناسبة ولا أنا منصحش باش يكون عندي الورد ولا شي حاجة. اليوم عندي الأخت ديالي عزيزة بزاف عندها العرس ديالها، وتحت الفرصة أن احنا غنوصلوها القاعة وحنا غنديوها للمدة اللي غتمشي، فجيت ناخذ البوكيت الورد اللي غادي نعملو في الطوموبيل ديالنا ونفس الوقت باش ندي لها هي شي حاجة. بعد منهم حاضرة معاهم كيجيو الناس كيديو مشموم صغير أيضا الدار، بعد منهم عندهم ثقافة الأعراس، اغلب ثقافه في الاعراس دابا حاليا ماشي بحال الناس قبل كانوا كيجيو يشريو النوار النضه، دابا ديك الناس كبارين باقي كيجيو يديو النوار النضه بحق الجدادين، غلب ثقافه الاعراس ومناسبات. طنجة اليوم تنمو بشكل متسارع بما يعنيه ذلك من توافد اعداد كبيره من الساكنه من مختلف الاجناس والاطياف والاعراق، مما يطرح السؤال حول مدى قدره عروس الشمال على توفير حاجياتها من الزهور، مثلما تبرز الحاجة إلى إيجاد فضاءات خاصة لبيع الزهور، ولما لا التفكير في تنظيم معارض ومهرجانات تسعى لجعل الزهور مكوناً
ثابتا في ثقافتنا، إصداقا لقول الشاعر: قلت للورد ما لشوكك يدمي كل ما قد أسوته من جراحي، قال لي: هذه الرياحين جند، أنا سلطانها وشوكي سلاحي.